شباب، في ملحوظة مهمة على المناعة البيوكيميائية. احنا عندنا مستقبلات، عندنا مواد كيميائية، عندنا مواد بروتينية. ده بالنسبة للقصة بتاعت المستقبلات، هي تدرك وتنشط آليات المناعة الموروثة. خلوا بالكم من التركة بتاعت ان هي اللي بتنشط المناعة الموروثة، يعني هي اللي بتشغل المناعة الطبيعية في النبات بمجرد ما تدرك وجود الميكروب. تاني حاجة، المواد الكيميائية المضادة للكائن الدقيق، عندك فينولات وجلوكوزيدات وفي أحماض أمينية غير بروتينية. لاحظوا إن الفينولات والجلوكوزيدات اتقال عليها بالنص لفظ لازم تاخد بالك منه، مواد سامة تقتل الكائن الممرض. دي سامة تقتل الكائن الممرض، يعني هي اللي بتقتله. بعضها كان يوجد في النباتات السليمة وبيتكون عند الإصابة، بعضها ماشي يعني تغاضى عن النقطة دي. المادة اللي يعتبر الوحيدة اللي لم تكن موجودة وكانت عند الإصابة هي إنزيمات نزع السمية اللي احنا اتفقنا عليها وجت في كذا امتحان قبل كده. اللي أنا عايز أتك عليها الفرق بين الفينولات والجلوكوزيدات والأحماض الأمينية غير البروتينية. الفينولات والجلوكوزيدات مواد سامة تقتل، أما الأحماض الأمينية غير البروتينية وهذه الأحماض ما تدخلش بناء البروتين. بص، الجملة اللي جاية دي تعمل كمواد واقية للنبات. يبقى دي تعمل كمواد واقية للنبات وتشمل مركبات كيميائية سامة زي الكنافينين والسيفالوسبور. خلاص، لاحظوا الفرق بين سامة تقتل ومواد واقية. يبقى دلوقتي لو الجسم الغريب او الكائن الممرض دخل، يبقى مين اللي هتتعامل معاه؟ الفينولات والجلوكوزيدات. طب لو لسه ما دخلش، المواد زي المواد الواقيه دي اللي هي الكنافينين والسيفالوسبورين، زي بيقول لك انا عندي، هو مش فكره دخل وما دخلش، بس فكره ان دي مواد واقيه، بمجرد ما بيدخل هي بتقدر تتعامل معاه بدون ما هو ينتشر او يسيطر او يسبب المرض اللي بيعمله. يعني الفينولات والجلوكوزيدات لو دخل ميكروب معين جوه النبات، الميكروب ده هيسبب مرض مثلا، هيسببه في حالة الفينولات والجلوكوزيدات. ولكن الأحماض الأمينية دي مواد واقية، الميكروب ممكن يدخل ولكن هي تمنع حدوث مرضه. ليه؟ لأن هي تتعامل معاه مبكرا، لأن هي يعتبر مواد واقية. زي ما احنا بنقول، احنا بناخد التطعيم، بناخد لقاح معين، اللقاح المعين ده بيخلي الجسم يكون أجسام مضادة كمواد واقية، هو جوه جسمك كمواد واقية. يجي يدخل الفيروس، يقدر الأجسام المضادة تتعامل معاه مبكرا. هو دخل ولكن لم يسبب أضرارا بالغة. غير الفينولات والجلوكوزيدات، هنا في الحالة دي الميكروب أو الجسم الغريب دخل وسبب مشاكل، بعدين هي بتقدر أو تحاول تقتله الفينولات والجلوكوزيدات. فخلي بالكوا بين الفرق بين مواد سامة تقتل وبين مواد واقية. تالت حاجة، البروتينات المضادة للكائنات الدقيقة زي إنزيمات نزع السمية، ودي لم تكن موجودة ودي تكونت فقط عند الإصابة. خلاص.